طيب يا السلام عليكم ورحمة الله مجددا. زي ما قلنا لكم، عارفين يا اخوان انه المسألة بتاعت اللايف اللي بتضرب دي واللايف سبحان الله. كنت متوقع الحتة دي يا جيش والله. الناس دي شغالين معانا شغل قرف قرف شديد. نشتغل طوال يا جماعة. طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مجددا. اليوم 22 فبراير 2024. الرحمة والمغفرة على أرواح شهدائنا الأبرار والشفاء العاجل للجرحى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبعد عننا مليشيا الجنجويت القاشم المتمرد القاتل المغتصب المرتزقة العابري القارات هؤلاء القتلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبعدهم مننا وأن يذيقهم بقدر ما أذاقوا الشعب السوداني مليار مرة. التحية لكم في الداخل وفي الخارج، ربنا يحفظكم وربنا يحفظ لكم قواليكم وربنا يحفظ كل الأسر الموجودة في داخل الخرطوم وفي مناطق كثيرة، حتى في مناطق الارتكاز مناطق الاشتباكات في أسر للأمانة ما زالت موجودة وصامدة رغم التفاصيل الحاصلة دي. من هنا والله بنوجه لهم صوت شكر كبير وصوت بتاع يعني احترام كبير جدا جدا للأسر الموجودة اللي ما زالت، سواء كان في مدرمان في مناطق الارتكاز أو في الخرطوم في بحري مناطق الارتكاز أو في قلب الخرطوم في مناطق كثيرة زي المعمورة وزي أركويت وزي بري وزي الامتداد وزي المناطق دي. للأمانة ما زالت هنالك مجموعة من الأسر الموجودة في داخل الخرطوم. حقيقة يا شباب ويا جيش، اللايف الأول اتضرب زي ما شايفي، وده الكلام اللي أنا قاعد أتكلم عنه. فتحت لايف مشى 3 دقائق اتضرب، وأتوقع إنه ده ذاته ممكن يتضرب، بتوقع يعني. لكن عشان اللايف ما يتضرب وعشان نستمر، أنا محتاج اللايك ده ما يقف. كل الجيش كل الشباب لايك كتير كتير كده لايكات، بالإضافة لعملية بتاعة شير في صفحتك ثم في الصفحات الثانية. والله بعتذر عن الغياب بتاع يوم أمس، يعني نسبة لظروف كثيرة ما قدرت أطلع حقيقة. والليلة ذاته أتمنى إنه الناس تحاول الكلام ده تعمم وتشيله كده، تشيره في كل مكان، كل الناس الموجودة دي الكلام ده الناس تعمل لي شير في كل مكان. وأنا هتكلم الليلة بطريقة يعني هتختلف عن الكلام العادي اليوم اللي قاعد تسمعه مننا، لأنه والله يا أخواننا النشران ده حاجة مؤذية جدا وبتوصلك مراحل كده، يعني لما يكون في عصبي وانهيار وتفاصيل زي دي. موضوع ده صعب شديد، فنطلب الله سبحانه وتعالى أنه يشفينا ويشفي كل الجرحى. طيب من هنا خلونا مع بعض نحيي رجال الأمن والقوات الخاصة والاحتياطي المركزي والمستنفرين والقوات المسلحة ككل وكل القوات النظامية الباسل الشقال على مستوى أرض الواقع. نصرهم الله نصر عزيز مقتدر، نصرهم الله. نسأل الله سبحانه وتعالى إنهم يعني هم منتصرين ومتقدمين، دي بلا شك منتصرين ومتقدمين. الناس لو حريصة على إنها تسمع دائما تقاريرنا العسكرية والتقارير الميدانية، الحريص على الكلام ده لايك وشير في صفحتك ثم في الجروبات. وأنا زي ما قلت لكم إنه اللايف ده ذاته حيضرب، لأنه أنا شايفه قاعد يقطع، وأتوقع الناس الآن يكفي المرة واحدة. فإنت إذا حريص على إنك تسمعنا دائما، أعمل لايك وشير في صفحتك ثم في 4 جروبات أو 5 جروبات ضروري. دي حاجة بتثبت لنا البس يا أخواننا. ليه نحن بنقول البس؟ كل ما بقى أكبر، كل ما كانت كمية الشير فوقه كبيرة، كل ما كان ثباته قوي. يعني مهما يتم التبليغ عنه، مهما محاولات ضربه بتفشل. ليه؟ لأنه أنتوا بتكونوا بتساعدونا بأنه هو يثبت بشيركم، الشير الكثير واللايك الكثير والتعليقات برضو تم والملصقات دي بتثبت البث من أي عملية بتاع الضرب. طيب شعب السوداني، تحية وحب واحترام وتقدير لكم في كل مكان. ربنا إن شاء الله يديكم الصحة والعافية وربنا يحفظكم والوطن. بداية الموقف العملياتي على مستوى ولاية الخرطوم، خلونا نبدأ بأم درمان
ثم نمشي بحري ثم نمشي الخرطوم وبعدها الجزيرة. كلامنا ما كتير، كلام بسيط لكن بيتطلب الشير. زي ما شايفين انه المنطقة بتاعت درمان دي اصبحت قاب قوسين او ادنى من عملية النظافة الكاملة، هي لم تنظف كاملا لانه ما زالت في درمان هنالك جيوب في مناطق بتتواجد فوق الميليشيات، وحنجي نذكر المناطق اللي بالحساب اللي بتتواجد فوق الميليشيات، لانه حتى المواقع اللي كانت فوق الميليشيا في السابق الان عرضت منها. على ذكر المثال، القوات المسلحه حررت المنطقه بتاعت الشهداء بالكامل، كل المنطقه المتواجده على مستوى منطقه الشهداء، الشهداء سوق الشهداء كده لحد الصينيه بتاعت الاسري والتماشي لحد المنطقه بتاعت اتجاه شارع النيل، المنطقه دي كلها اصبحت منطقة بتاعت قوات مسلحة وتواجدت فوق عملية بتاعت ارتكازات من الصينية بتاعت الشهداء دي، صينية الشهداء سوق درمان بيجوا صينية الشهداء، المستشفى، ركز معي في الكلام اللي بقوله لك ده، المستشفى، مستشفى العام، مستشفى الكبير، بالإضافة لعندك المنطقة بتاعت حوش الخليفة. شوف كمية الوصول دي قدر شنو مهمة جدا جدا ودقيقة، عشان انت تعرف، عشان لانه في حاجات الناس بيقولوا بخموا بيها الناس هي ما حقيقية، في ناس بيسوقوا سي، في ناس شغالين سواقة سي، ما حقيقية. المنطقة دي كلها يا اخواننا كلها اصبحت قوات مسلحة كبد، جوجو جيش اخضر، منطقة دي لحدي شهداء، الشهداء الان نقدر نقول انه منطقة الشهداء اصبحت خالية تماما من تواجد لميليشيات الجنجويت، لحد المنطقة بتاعت مستشفى التقى، بالنسبة للناس اللي بتعرف مستشفى التقى، فوق مستشفى التقى وانت ماشي بالطريق ده اللي هو بوصلك اتجاه الفطاير الهنا المعروفة المشهورة بالنسبة للناس درمانات اللي بيجوا، المنطقة دي كلها اصبحت منطقة بتاعت قوات مسلحة سيطرت، بسطت القواتكم المسلحة سيطرتها التامة على مستوى المنطقة دي. طيب هنا الكلام ده مدرونا مصد كله عشان الناس تعرف انه اماكن سيطرة القوات المسلحة بالكامل وتواجدها. المنطقة بتاعة الوسط دي شارع العرضة، العرضة شمال وجنوب، العرضة شمال وجنوب تواجد للقوات المسلحة، شارع العرضة لحد ود البشير، المنطقة دي بالداخل يا اخواننا بالداخل، يعني وانت جاي من الصينيه بتاعت التجاني الماحي، ركز معي، الاوسط كذلك، وانت جاي من صينيه التجاني الماحي وانت ماشي، تواجد للقوات المسلحه لحد النقطه بتاعت الكوبري بتاعت ود البشير اللي جا صور منه الجنجويتي قبل كم يوم لو بتتذكروا، طلع له فيديو جبق قادي، وبعد طوال القوات المسلحه جات في النقطه دي تحديدا، سيطره تامه للقوات المسلحه لحد المدخل بتاع الكوبري الخور بتاع ابو عنجه، خور ابو عنجه لحد هناك سيطره تامه، بسط القوات المسلحه سيطرتها في الحته دي. طيب النقطه الورا من ود البشير وانت ماشي اللي هي منطقه امبدات ورا بالشارع الرئيسي في تواجد للميليشيا، يعني انت بعد تخطيت المنطقه بتاعت الصهريج، ركز معي، منطقه الصهريج وكده لحد مدخل سوق ليبيا في تواجد لميليشيا الجنجويت في النقطة دي على مستوى البيوت. طيب الجيش وين؟ القوات المسلحة ما بالنقطة دي، القوات المسلحة بالنقطة الأخرى اللي هي بتجيبك اتجاه المستشفى، المستشفى النموذجي، بالنسبة للناس اللي بتعرف المستشفى النموذجي لحد النقطة بتاعت المستشفى النموذجي والمنطقة بتاعت الجميعابات بجوة الجميعاب والحتات دي وشارع عمر الصول والمناطق دي كلها، ده التواجد للقوات المسلحة في النقطة دي كلها، ديك تواجد تقيل جدا جدا للقوات المسلحة وجيش جوجو أخضر. طيب نقطة الوسط من شارع العرض وإنت ماشي اللي هو شارع الأربعين أو شارع الشهيد عبد العظيم، نقطة الوسط وإنت ماشي فوق دي كلها يا أخوان، المربع بتاع الوسط ده اللي هو بتطلع تدخل لك فيه بانت والعرضة والعباسية، العباسية اللي هو العباسية شنو، العباسية قريب، العباسية غريب، النقطة دي وخط السير ده لحد الفتيحابات، لحد الفتيحات، لحد جامعة أم درمان الإسلامية، لحد الجامعة بتاعة أم درمان الإسلامية جيش عديل ما فوقه أي اثنين ثلاثة، لحد منطقة أم درمان الإسلامية جيش جوجو أخضر. تعال أديك من المقابر بتاعة الفاروق، من مقابر الفاروق وإنت ماشي باتجاه الشارع الوادي من مقابر الفاروق واتربطت لحد الشهداء، ركز، من مقابر الفاروق واتربطت لحد النقطة بتاعت الشهداء
وانت مين طالع من نقطة الشهداء مغابير الفاروق وانت ماشي؟ دي اساسا مناطق من بدر بتاع سيطرة القوات المسلحة. طيب تواجد ميليشيات الجنجويت وين؟ في مدرمان. الجنجويت متواجدين وين على مستوى ام درمان؟ ده السؤال الناس اللي بتساله. ما هو خلاص الجيش ده اصبح مسيطر على كل المناطق، طيب الجنجويت الميليشيا متواجده وين على مستوى ام درمان؟ نقطه. الاذاعه فيها تواجد للميليشيا، الناس تعرف النقطه دي. جزء من احياء ام درمان القديمه اللي هي زي والدرو ومنطقه بروف في تواجد لميليشيات الجنجويت جوا البيوت. ركز معي كويس في النقطه دي. زي بروف والمناطق دي في تواجد لميليشيات الجنجويت اللي هي شنو؟ قناصه، قناصه مخطوطين فوق دي. حاجه اخواننا الناس تعمل شير، لايف ده بدا يرجف برضه تاني، بدا يرجف. الناس تعمل شير يا شباب، الناس تعمل شير. الناس تعمل لنا شير يا جماعه، شير، لانه اللايف ده لايك 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 ملصقات ثم شير، لايك لايكس ملصقات ثم شير. الله، اللايف ده تعبان 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 شديد. الناس تعمل شير، ما تجوا تقعدوا لي يا اخواننا عشان هسه عملنا لايف وضرب تاني، ده حيتضرب تاني حيتضرب. انا وريتك قلت لك لو انت ده انت حريص على انه تعرف اعمل لنا شير في صفحتك في كل الجروبات، اعمل لايك ملصقات الحاجة دي بيثبت لنا. بس أسل اللايف ده أنا ما عارفه ذاته أسل الآن كده شقال ولا ما شقال. يا لطيف يا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما ممكن، ما ممكن نهائي. خلنا نذكر رهوني ذات الصفحة يا أخي، كل شوية ضرب 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 ضرب. يا خالد كده عليك الله، افتح الله الله يبدا شغال. طيب اخواننا يا اخ ما اعرف شغال ولا ما شغال. الله المستعان. شاشة واقفة مرة واحدة يعني، يعني انا ما اعرف في ذل بقول ليش شغال الشاشه. انا عندي واقفه مره واحده، ما انا ما شايف حاجه نهائي في الشاشه. والله انا ما شايف حاجه، ما شايف والله الشاشه دي. طبعا الزول لما يكون بيخاطب في الناس ويكون ما الشاشه واقفه وما شايف انه هل اللايف ده شغال ولا ما شغال، الموضوع ده مشكله.